وعندك بعد تقدر تفتح الكشف عن طريق الريموت، بس مجرد ما تعلق عليه يفتح لك. ما شاء الله تبارك الله. طبعا وفي بعد زر تقدر تفتحه من داخل السيارة من جهة السقف، يفتح لك السقف كامل. شوفوا، ومن داخل تضغط كبسة زر ينزل لك الكشف كذا كامل بالشكل هذا، شايفين؟ يفتح السقف كامل بالريموت إلين النهاية هنا، وبالكامل عن طريق الزر الموجود داخل السيارة. وإذا بتسكر بعد نفس الطريقة، شايفين الزر هذا؟ تسكرها كامل. وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين جدد منورين قناتكم. اليوم معنا تحفة فنية من الصانع الإيطالي فيات 500، في فئة هذه الكشف وفي فئة اللاونج اللي تجيك بسقف بانوراما. طبعا الفئات هذه كلها المحرك جايب حجم 1400 4 سلندر وبقوة 100 حصان، والجير 5 سرعات. الانوار الاماميه زنن مع كشافات ضباب ولدنا هاري، راح نشغلها لكم. والجنط مكحل جاي باللون الاسود مقاس 16. طبعا في ناس يحبون السيارات هذه ولها هلا طبعا وعشاقه، اعطونا رايكم يا ملاك فيات بالالوان وبالمواصفات. طبعا الموتر وارد سعودي طبعا 2019 موديله. ودي نبدأ بكم أيهم، نبدأ بهذه الأبيض مع الكشف هذا الأحمر، ولا السقف البانوراما، ولا الرمادي؟ خلونا أول شيء نأخذ لفة على الرمادي. أنوار زنن، كشف الضباب، وليد نهاري، هذا شكله مع الجنب. مقبض البواب جايك نيكل، ما شاء الله تبارك الله. وهذا صرفية الوقود، حجم الماكينة 1400، دفع أمامي والبنزين 95، ويمشيك اللتر 18.6، ما شاء الله تبارك الله. وهذا المفتاح طبعا مو ستارت، هذا المفتاح بالشكل هذا. شوفوا الانوار زنن، راح اشغلها لكم وتشوفونها الحين مع كشافات ضباب وفيها ليد نهاري. وفيه إشارة جاية مو على مراية، جاية بالرفرف هذه. وهذا شكله مع الجنب، ما شاء الله تبارك الله. وهذا الكشف قماش طبعا، صورت لكم شلون يسكر وشلون يفتح. هذه الداخلية، الشاشة بحجم 7 إنش، وعندك زرار تحكم بالدركسون والجير اللي جاي بالنص. شوفوا والله مع ان حجمه صغير من برا لكن تعتبر شوي واسع يعني. شوفوا حتى مراتب، قصة المراتب جاية شكل كلاسيكي. هذول المساند حقت الراس، شوف الكشف كامل تفتح. وهذا شكله من ورا، في حساسات خلفية. شوفوا خط النيكل، والله يا تصميمه ما شاء الله رايق. شوف وهنا الشكل الخلفي، ما شاء الله تبارك الله. طبعا متوفر عند معرض دار النخبة. هذا شكله من ورا، طار النيكل جاي تحت وفوق اللوحة،
وما خرج الشيء كمان. شوفوا جاي شكله مرتب وفيه حساسات خلفية. ألوان عجيبة صراحة. بصور كمان الباقي الألوان هذه كلها على السريع الحين. بس خل هذه بنشوفها من داخل. هذه الإشارة إذا فتحت الباب بالشكل هذا. طيب خلينا نشوفها من داخل. طبعا دخول مفتاح. شوفوا ما شاء الله. الباب شوفوا حجمه جاي كبير. عشان كذا بتصير تحس مكان السواق والراكب واسع. شوف المقبض شلون جاي. جاي كلاسيك على موديلاته قديمة. وهنا مساحة تخزين وهنا تتحكم يا طول العمر والسلامة بالمراية. طبعا لو تلاحظون زر النوافذ مو موجود. وين موجود؟ موجود هنا. طيب وش موجود هنا؟ مساحة تخزين وهذا الكرسي. فيها 7 رباقات. ها صغيرة هذه اللي تشوفونها فيها 7 رباقات. هذا مسند حق الراس. بعطيكم نظرة افقية. فتحات التكييف. زر التحكم اللي هو بالدركسون بلاتوث. ها الدركسون بعد والله يا فخم ما شاء الله. هذا طبلون. وهذه من فوق. اعطونا رايكم. وهذا الشكل الداخلي قبل لا اشغل السياره. طبعا بشكل عام ترى هذه السيارة تصلح للأحجام الصغيرة يعني ومتوسطة يعني. شوفوا وهذا مكان المفتاح. نقول بسم الله. شوفوا هذا الطبلون شغله لكم الحين. نقول بسم الله. يا عيني يا عيني يا عيني جاي دائري طبلون مثل شكل النور اللي برا. شوف الشاشة هذه حجمها 7 إنش وتشتغل عليها أنظمة الجوال. شوفوا ما شاء الله. شوفوا الدركسون جايب حجم كبير. بعدين لمسات كروم هذه معطية شكل جمالي صراحة. شوفوا هنا طبعا عندك اللي بلوتوث وشعار السيارة وهذا تطوير تقصير والأوامر الصوتية. وعندك هنا الطبلون جاي بشكل دائري حق الحرارة الار بي ام وحق المسار والعداد وعلى الان حق الكير هذا وهذا حق تانك البنزين والساعة ودرجة الحرارة كلها موجودة. وهنا وفيها في الشفتر بعد ما شاء الله. هذا العصا حق النوم. والله شغل. طيب طبعا عندك يا طول عمر السلام انا ودي اطفي وشغل عشان تشوفون اللمبات الموجودة اللي تطلع لنا بالشاشة. شوف يا عيني. وهذا البوري ما شاء الله هذا البوري اكبر منه ما شاء الله. وهذه الازرار اللي تقدر تتحكم بالطبلون وهذا حق النور. هل بضغط عليه الحين وتشوفون وش اللي يطلع لنا. أول شيء هذا عندك هنا تقدر تتحكم اللي هو شاشة المعلومات اللي تعتبر شاشة المعلومات اللي بالنص. هذه تنتقل كذا بالشكل هذا. صوت الطنين والرباقات إجراء الصيانة كل هذول موجودة في شاشة المعلومات اللي بالنص. يا عيني يا عيني بالله أعطونا رأيكم. خلصنا من هنا بنروح للشاشة. وقبل نروح للشاشة خل بوريكم الحين وضعية القيادة. وشوفوا هذا اللون هذا شايفينه اللون اسمنتي. هذا اللون اسمنتي نفس اللون الخارجي حق السيارة. شايفينه يجيك اللون هذا داخل السيارة على حسب لون السيارة الخارجي. هذا لون اسمنتي جايك بنفس اللون اسمنتي. وهنا عندك وضعية القيادة اللي هو سبورت. فيه سبورت بس إذا غيرت سبورت بيجيك بالشكل هذا. شايفين طبعا ما في الوضعية واحدة اللي هو سبورت.
والعادي جيك بالشكل هذا، حتى الصوت يتغير. ما شاء الله تبارك الله. وهذا فليشر، وهذا خلنا نشغل لكم سويش مرة ثانية. شوف تجي بالشكل هذا يا عيني. طيب هذا قائمة رئيسية، عندك الشاشة، وهنا يا طول العمر والسلامة إذا بغيت تروح هنا، هذا قائمة رئيسية، عندك وسائط إعدادات الرحلة، إعدادات وسائط، نفخ على الوسائط. هل تقدر تشبك فلاش موري ونرجع هنا بنروح وين؟ نرجع مرة ثانية القائمة الرئيسية. هنا عندك الراديو، وهنا عندك الهاتف. هذا ما شبك عشان ما شبكت الجوال. وهذا حق الرحلات، وهذا حق الصوت. الصوت طبعا فيها 6 سماعات، فيها 6 سماعات ما شاء الله. وهنا عندنا المكيف، هذا كله خاص المكيف. تشغيل المكيف من وين؟ من هنا. هنا تتحكم درجة الحرارة، ترفع تقصر، وهنا تتحكم بقوة الدفع. نقصر جاية باللون وبرتقالي. وهنا مخارج جهة الخروج الهواء حق المكيف، عند على الوجه على الأرجل اللي تبي. وهذا كله خاص للمكيف. وأزرار النوافذ هذه جاية وين؟ جاية هنا داخل. وهذا الجير، الجير ب5 سرعات، وفي تبترونك بعد ما شاء الله تبارك الله. وهذه الولاعة، وهنا حامل كوار، وفي عندك هنا مخرج USB، والجرنط يدوي جاي بالشكل هذا. وجهة الراكب فيها المقبض وشعار أو فئة أو اسم الفئة اللي هو 500. وهنا الرباقات طبعا فيها يا طول العمر والسلامة 7 رباقات. وهذا الدرج جاي بحجم كبير. خل بوريكم الحين الماكينة، وهذه شكل السيارة، والباب مفتوح. الماكينة قلت لكم 1400 بقوة 100 حصان. هذه شوفوا حتى قوة الحصان حاطين لك هنا. حجمها 1400، 4 سلندر، دفع امامي طبعا. شوف ما شاء الله تبارك الله. طيب شغل لكم النور، وقبل نشغل النور خلينا نشوف الشنطة. الشنطة طبعا تقدر تفتحها حتى لو انت فاتح الكشف، مجرد ما تكبس هنا كبسة شوف يرتفع لك الكشف ما شاء الله تبارك الله. تفتح الشنطة وجاي حجمه والله ما شاء الله كويس، يعني لا بأس صراحة على حجم السيارة من برا أشوفه لا بأس مقارنة بحجمه طبعا. وهذا سبير فعل والعدة، يا حليلة ما شاء الله. هذا شكل الشنطة مفتوحة. بالله أعطونا رأيكم، الحين باقي نصور لكم النور، وباقي نصور لكم الألوان الثانية. الحين شوفوا شغال الليد النهاري، وكشفات الضباب هنا تحت. هذا النور الصغير زنن، وكشفات الضباب جاية باللون الأصفر. وهذا النور واطي فليشر، شوفوا وين جاي، جاي فوق، جاي فوق النور. وهذا النور العالي، العالي والواطي كلهم زنن. هذه الفرامل مع فليشر وسطب، هذا هو ريوس. شوفوا نبت الريوس وين تحت، هذا الريوس. وكشاف الضباب جاي هنا، صراحة متناسقة ما شاء الله تبارك الله، كتوزيع الإضاءة والشكل كله متناسق. طيب بنجي لهذه، هذه اسم اللون بالوكالة سموث مينت. رايق صراحة، رايق ما شاء الله تبارك الله. طبعا نفس المواصفات اللي ذكرتها لكم، بس ان هذه سقف بانوراما، وهذيك كشف، حجم الماكينة والجير كلهم نفس بعض. بس بوريكم الألوان الداخلية، النور زنن، وكشفات ضباب، حساسات خلفية.
شوفوا هذا سقف البانوراما جايك بعد بحجم كبير. الله اعطيكم نظرة من ورا، هذا شكله من ورا. لو تلاحظون شنطة اللي تجي سقف بانوراما اكبر من شنطة الكشف. هنشوف افتح لكم الشنطة. هذه الشنطة ما شاء الله لونه مرتب، هذا يختلف بني فاتح من درجات اللون بني، بس جاي على فاتح. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. واوسع الشنطة، دائما سيارة الكشف بشكل عام تصير الشنطة اللي ورا تصير اضيق. هذا سبير والعدة، شنطة يدوية طبعا، سكرة تسحبها بهذا الشكل. هذا هذا شكله من ورا، اوريكم الداخلي ما شاء الله نفس مواصفات اللون اسمنتي. شوفوا شوفوا اللون ما شاء الله تبارك الله، جايك مقلم باللون البيج الفاتح، متناسق اللون الداخلي مع الخارجي، واللون الداخلي طبلون اللي يقول لكم يصير نفس لون الخارجي. هذا الطبلون اعطونا رايكم اجمل لون. وهذا شكله والبواب مفتوحه. طيب خلصنا من اللون هذا وبنروح للون الثالث اللؤلؤي. اللؤلؤي جاي باللون الاحمر الكشف، شوفوا ما شاء الله. انا صراحه اكثر شيء عجبني اللون هذا، وفي لون بعد عجيب هذا بنمر عليه بعد شوي الحين، بس خلينا نخلص من هذا. طبعا اللون الخارجي اللؤلؤي واللون الكشف باللون الاحمر، الداخليه نفس لون الرمادي المراتب بس، لكن لون الطبلون مثل ما قلت لكم ذكرت لكم قبل شوي. خلينا نشوف الحين من داخل. شوفوا هذا اللون يجيك اللون اللؤلؤي نفس لون السياره اللي برا، المواصفات كلها نفس السيارات الثنتين اللي قبل شوي، ولون مراتب نفس اللون مراتب اللون اسمنتي الاحمر مقلم باللون البيج الفاتح. ما شاء الله تبارك الله، الجنط كلهم نفس بعض. اعطونا رايكم اجمل لون. ما شاء الله تبارك الله، وبالنسبة للأسعار الكشف 79,000 بدون الضريبة، السقف البانوراما سعره 73,000 بدون الضريبة، كلها موديلات 2019. بذكركم التفاصيل معرض دار النخبة، بذكركم كل التفاصيل بس تابعوا أنتم من نهاية المقطع. والحين نجي للون المميز، هذا إصدار خاص احتفال بذكرى أول إنتاج تم إنتاج السيارة هذه عام 1958، طبعا هذا موديله 2019. حاليا غير مو متوفر بالسعودية الا 10 سيارات من النوع هذا والفئة هذه، اسمه سباتشينيا. شوفوا اللون ما شاء الله تبارك الله، صراحة اعتبره لون مميز، جاي الموتر الالوان الموجودة حتى شكل الجنط على نفس موديلات 58 والموديلات القديمة، الخط بعد جاك بنفس لون الجنط. اللون هذا سماوي فاتح، سماوي ملكي، اي لون اعطوه اسم، صراحة رايق اللون وجميل. طبعا مبيوع الموتر هذا ما شاء الله، شوف هذا شكله من ورا، وهنا اسم السيارة اللي هو اسم الفئة سباتشينيا 58 ذكرى انتاج اول سيارة عام 1958. الاسم صعب شوي بس مميز صراحة، واللون الداخلي شوفوا متناسق اللون بيج مع اللون السماوي. ما شاء الله تبارك الله،
اوريكم السياره الحين من داخل. الماكينه نفسها 1400، هذا اللون الداخل. شوف هذا لون الطبلون اللي بالنص اللي يقول لكم يجي نفس لون السياره اللي برا. ما شاء الله تبارك الله. وشعار 500 موجود على المرتبة. تطريز وشكل المرتبة يختلف. هنا جلد وهنا مخمل. شوف. ما شاء الله. طبعا المرتبة طريقة المرتبة تصفط من قدام عشان يركبون بالشكل هذا. متقدمة. طبعا ضيق ورا طبيعي يصير افضل شيء يعني يناسب الاحجامهم صغيره وقصار. هذا الكشف بفتح بسكر لكم الكشف عشان تشوفونه. شوفوا الزر حق الكشف مثل ما صورت لكم قبل شوي من هنا. ثلاث تسكيرات يوقف مره هنا عشان بعضهم يبي يفتح بالنص، وإذا تبي تكمل بعد تضغط مرة ثانية. وهذه تكفيلة وبعدين الأخيرة. والفتح نفس الطريقة. والحين بناخذ بكم لفة على السريع. طبعا جميع النسخ من الإصدار هذه كلها مباعة. حتى هذه مباعة. طيب خلصنا الحين يا شباب من هنا. بنوريكم سيارات الطيبين على السريع. إذا ودكم نصورة راح نصورة لكم. هذه 285 سيارة أيام الطيبين. الله المستعان. هذه مظالة عز أول. شوفوا بس لمحة، بأخذ لكم لمحة على السريع. الجير 5 سرعات. الله المستعان. إذا ودكم صورة هي ولا الشيصان علموني. هذول الشيصان. هذا الشاص موديله 81. الله المستعان. ما شاء الله. طبعا راكب انا مع راعي السيارة. ناخذ لكم لفة على السريع. يا عيني. نجرب هذا الجير. مسكر الكشف الحين. شوف شوف. ما شاء الله. والله رايق الموتر يا ولد مريح. مسكر لكم الكشف عشان صوت الهواء. شوفوا. خل بسكر لكم الكشف الحين. هذه الوقفة الأولى وبعدين 3 وقفات ياقف عشان إذا أنت بتحطه على نص وتكشف كامل أو تكشف ربع. أنا سكرت لكم عشان صوت الهواء. ما شاء الله تبارك الله. يا عيني. طبعا الجير 5 سرعات. أوه حطوا سبورت. ما شاء الله. والله مريح الموتر ما شاء الله، ما توقعته كذا. رايق رايق. خلونا ندعس له بس على السريع. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. يعني اللي بياخذ زي السياره هذه بياخذ تمشيه مو سرعه، مو على ما قال مجاكر. هذه حقت روقان، تفتح الكشف اذا انت بالرياض تمر بالليفارد، شارع التحليه، الوقت العصريه قبل المغربيه، تعطيك جو روقان صراحه. اهم شيء انا اكثر شيء عجبني بالكشف صراحه رايق الموتر. خلصنا التصوير يا شباب، والحين السيارات هذولي بيرجعن بسطحات، جايبين بسطحات وراح يرجع للمعرض بسطحات لانه انجدت. بس شوفوا الانوار. شوفوا ما شاء الله.
بعضكم لا تسمعون الصوت تحسبونه عالي، الصوت عادي يعني مو عالي، بس بالتصوير بيطلع لك صوت قوي، لانه دائما تصوير الايفون والجوال ولا اي كاميرا الصوت دائما يطلع لك صوت عالي. اصطبات عاديه، وهنا انوار زمن واللد النهاري. الواطي والعالي زمن، وهذا اللد النهاري. لو تلاحظون اللي سقفه بانوراما جايه بدون كشافات ضباب تحت، اللي كشف جاي كشافات ضباب تحت هنا، يعني فروقات جدا بسيطة يعني ما تعتبر شيء. طبعا السيارات اللي صورناها قبل شوي متوفرة وين؟ عند معرض دار النخبة، معروف اللي معرض النسيم، بحط لكم اللوكيشن. هل باخذ لكم لفة على السريع؟ هذول السيارات رجعوهن بسطحة، وفي ألوان ثانية بعد متوفرة عندهم. شوفوا هذا اللؤلؤي، هذا اللي صورناه، وهذا اسمنتي بعد اللي صورناه، وهذه واحدة ثانية سقف بانوراما، وهذا لون كحلي، كحلي على أخضر، ألوانه غريبة ما شاء الله ومميزة ألوان أغلب الألوان. شوفوا هذا اسمنتي بعد، هذا بعد له درجة من درجات اسمنتي سقف بانوراما، هذه على أسود على ألوانه ما شاء الله تبارك الله، السقف باللون الأسود، فمتوفر عندهم أغلب الألوان راح تشوفونها عندهم. بحط لكم أنا أرقامهم وحساباتهم وسناب وكل شيء عندهم. طبعا عندهم بعد سيارة ثانية دوج تشارجر، إذا ودكم صور نوع من أنواع السيارات الموجودة عندهم، تشارجر تشالنجر، إذا ودكم صور فئة معينة اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وبس سلامتكم الغالين، في أمان الله وبحفظ الكريم.